دكتور تومان، اهلا وسهلا بوجودكم معنا اليوم. وبقلوب مليئه بالمحبه والموده نتشرف نحن اعضاء الجمعيه بحضور كل الضيوف الكرام. نشكر كل واحد باسمه على تشريفه لنا في هذا الحفل البهيج. وبكل خبات المطر وقطرات الندى نتقدم اليكم بالشكر والتقدير على وجودكم معنا اليوم. وبكل ما تحتويه معاني وكلمات الاستقبال التي يحبها حب اعضاء جمعيه بيت المبدع، نقول لكم انتم على الرحب والسعه. سلام عبر من اعماقنا يعبر ياسمينا. كما نرحب برواد الفكر والابداع الحاضرين معنا، كل من اشجع عشاق الفن الادبي في اللغه بما تحتويه من جماليه وصفات وكلام موجود، وكل من اطرب الاذان بايقاعات والحان وطرب اصلي. ومرحبا ايضا بمجموعه عشاق طرب الاله برئاسه الاستاذ احمد راوي بمدينه مراكش، بانفاس عطره ولسان يفوح عطرا وريحانا وياسمينا. فاننا نحن اعضاء جمعيه بيت المبدع لا يسعنا الا ان نقول زادنا حضوركم تشريفا، ونتمنى ان ينال الحفل رضا واعجاب كل الحضور. مرحبا بالجميع.